النائب جمال عقبي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر قال إن هناك أهمية لغلق الفيسبوك بشكل كامل، غلق الفيسبوك بشكل كامل نظرا لاستخدام أغلب مستخدمي الإنترنت لهذه الوسيلة استخدام خاطئ، موضحا أن البعض بيستخدمه إما لتأليب الرأي العام أو التحريض على العنف. كمان أضاف أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة لمخاطبة الاتصالات لإغلاق موقع الفيسبوك في مصر خلال تلك الفترة، خاصة في ظل ما تتعرض له مصر من مؤامرات، مشيرا إلى أن هناك دول منعت استخدام الفيسبوك وتويتر عندما تعرض أمنها القومي للخطر. النائب جمال عقبي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني حضرتك عايز تقفل مواقع الفيسبوك وتويتر؟ بص سعادتك، هنقفلها ولو وهم بيقولوا لك في اتفاقات دوليه، ما امكنش تتقنن على اساس ان اي حد يسيء لاي مخلوق او اي مخلوق ايا كان في البلد او رئيس مصلحه او يسيء لي بدون وجه حق يتجاب اسمه عشان تطلع ضد قضيه. طيب ايه المانع ان ده يحصل وما يتمش اغلاق الفيسبوك وتويتر؟ عادي، انا مش انا ما هو سعادتك، هو الغرض هو عمل الفيسبوك وعمل الحاجات الحديثه والنت ليه؟ عملوها ليه؟ مش للتطوير والتكنولوجيا والحاجات دي؟ احنا بنستعمله غلط، بنسيء نفسين. بعد الفيسبوك دلوقتي يدمر الاقتصاد المصري. الفيسبوك دلوقتي شجع الناس يخش على رئيس العمل ما عملوش اللي هو عاوزه بالخطأ وبدون وجه حق، يخرج يشتم في الفيسبوك بقلة ادب او يعمل مظاهرات، يتقنن. انا بس يتقنن، اللي ليه حق يتكلم. طيب ايجابيه الفيسبوك وتويتر مواقع للتواصل الاجتماعي، يعني أستاذ جمال الناس بتدخل بتعبر عن آرائها، بتتكلم في كل ما هو متعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية والدينية، المفترض ان هو متنفس للناس وملتقى اجتماعي للناس علشان تتعرف على بعض او تلاقي بعضها نظرا لصعوبة الحياة وصعوبة التواصل وصعوبة ان الناس تشوف بعضها وتنزل تشوف بعضها. طبعا ظروف الحياة بقت ضغطة، قد يساء استغلاله زي ما حضرتك تفضلت وقلت من البعض، لكن هل معنى كده ان الخدمة كلها نلغيها؟ انا معاك في اللي بتقوله كله سعادتك، انا ما بقولش، انا بقول نقنن، واللي عاوز يقول رأيه ما يقول رأيه، بس رأي إيجابي، رأي بناء، مش رأي هدام. ما هو يا فندم هدام، أنا معترض على كلام سعادتك لأن مفيش ده أكتر من 40 50% بيسيئوا. ما هو لا، ما نقدرش نقول بالرقم، يعني ما نقدرش. إزاي جبت النسبة منين؟ النسبة دي نسبة بناء على دراسة يا أستاذ جمال. بص أيوه، أنا بتكلم على مواقع بيسيئوا للناس، يعني الناس اللي في بعض المواقع اللي بيسيئوا في اللي بيخشوا العدد في اكتر من 40% منه، و60% بيقول راي بناء. طيب ايه رايك في الراي اللي بيقول لك خلي الناس تتكلم على الفيسبوك وادي احنا شايفينهم هما بيتكلموا ازاي وبيتكلموا بيقولوا ايه قدامنا، احسن ما نلغي الفيسبوك وبرضه اللي عايز يتكلم هيلاقي طريقه ان هو يتكلم بس باساليب يمكن تكون مش ظاهره على السطح كده وواضحه. يعني سعادتك يعني أنا عايز أقول لحضرتك اللي عايز يغلط هيلاقي 600,000 وسيلة للغلط، وإحنا شعب يعني مش هيغلب. بص يا ريس، لا 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 لا، يعني أنت تيجي تقول ده حرامي، ده فلان أم فلانة ولا أخته فلانة ولا مراته فلانة، وتقول لي وهو فلان، وتقول لي أسيب يقولوا يطلع اللي جواه، لا رأي خطأ طبعا. رأي خطأ، يعني أنت مش مع إن الناس تطلع تعبر براحتها وتنتقد براحتها وتقول اللي جواها، وده نوع من أنواع التنفيس يعني عن الناس. يا رئيس أنا مش بعترض، اللي ينقد ينقد صح. ما ينقد اللي هو عاوزه، أنا في عيوب وفي حاجات يقول ماشي ماشي ماشي، بس يعني ينقد صح إزاي؟ إيه مفهوم حضرتك عن النقد؟ يعني اللي أنت شايفه صح ممكن غير حضرتك يشوفه مش صح، واللي حضرتك يعني شايفه غلط ممكن غيرك يشوفه برضه عادي. لا سعادتك، انا بتكلم على العام. يعني سعادتك انت دخلت رئيس المصلحه بتاعك طلبت منه ترقيه ومش من حقك او دورك تخرج بره على الفيسبوك ده ابنه 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 حرامي، هو ده الصح؟
تمام، خد اجراءاتك القانونيه ضد اللي عمل كده. ايوه اه ادي ساعتك بقى، يبقى اجراءات القانونيه عاوز وسيله من المسؤول وزير الاتصالات او الداخليه اروح اتبع اللي هو عمل واروح اشتكي واقول لفلان الفلاني مش اسماء وهميه. صح كده؟ اتفقنا. تمام تمام، بس في الداخليه قطاع كامل مسؤول عن هذا الامر الانترنت. افندم بعت المستشار القانوني بتاعي قال له ما اعرفش انا عاوز ايه والادمن ايه وما عرفش يطلع الاسم. لا مش المستشار، مش المستشار القانوني يا فندم، الداخليه. يا ريت تحاولوا تاني نتصل بسيادة النائب جمال عقبي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، واضح ان هو عنده شخصيا مشكلة مع الموضوع، لكن على كل الأحوال قد يساء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم الناس مش ملايكة، وكلنا ما بين ملايكة وما بين مش ملايكة، ما بين ساعات الغضب بنخرج عن الطبيعي وبنطلع بره المألوف، لكن مش هو ده الحل ان احنا نقوم قافلين كله وغلقين كله، ده مش حل على الإطلاق، ولم يثبت نجاح من قام بذلك. يعني اللي تابع كويس الدول اللي منعت استخدام الفيسبوك وتويتر، أولا منعتها بتوقيتات زمنية محددة ولأسباب متعلقة بالأمن القومي، مش مجرد كل ما واحد بقى أو مجموعة طلعت شتمت أو طلعت غلطت أو طلعت شتمت في رئيسها مثلا على سبيل المثال أو دعت عليه أي حاجة من الحاجات دي، فنقوم قافلين مواقع الفيسبوك وتويتر، ده مش منطق أبدا. إحنا بنتقدم، ومواقع التواصل الاجتماعي كمان زي ما هي فيها جوانب سلبية فيها الكثير من الجوانب الإيجابية. أولها إن إحنا يعني بنتواصل مع بعض سريعا، أنا ببلغ أو بقول رأيي، بشوف آراء الناس في وقت وفي زمن بقى صعب إن إحنا نتواصل فيه بشكل مباشر نظرا لضغوط وظروف العمل اللي بقت موجودة في الدنيا كلها مش في مصر بس.